فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. نعم، الله جل وعلا أوجب علينا صوم رمضان وعلق الصيام والإفطار بالرؤية، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني لم يظهر لكم الهلال بسبب الغيم أو القتر فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فنحن نصوم بأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما. ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك على أنه من رمضان ويقول هذا من باب الاحتياط، فقد جاء في الحديث الذي يصوم، قول عمار بن ياسر، الذي يصوم في اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الزيادة على ما فرض الله، فقد يصوم زيادة على الشهر ويتقدمه بيوم أو يومين ويقول هذا من باب الاحتياط. وهذا فيه تشبه أيضا بأهل الكتاب، فإنهم غيروا صيامهم وزادوا فيه ونقصوا وتلاعبوا فيه. فالواجب على هذه الأمة أن تتمسك بدينها وأن لا تزيد في العبادات أو تنقص منها إذا كانت محددة، فلا يجوز الزيادة عليها أو النقص منها، لأن هذا فيه تشريع لم يأذن الله به وهو بدعة، وفيه أيضا تشبه بالذين غيروا دينهم وأولوا كتبهم.